تتقاسم الملحقية الثقافية البحرينية واللجان الطلابية الوطن احتفالاتها وفرحتها بالعيد الوطني البحريني في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أقامت الملحقية الثقافية حفلها البهيج تحت عنوان ديرتي في غربتي. الحفل اشتمل على عروض متعددة وفقرات منوعة عكست الحب الحقيقي الذي يكنه البحرينيون تجاه وطنهم والإخلاص المتجذر للقيادة الرشيدة. بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين في أعيادها الوطنية المجيدة، أقامت اللجان الطلابية البحرينية في المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع الملحقية الثقافية التابعة لسفارة مملكة البحرين في الأردن حفلا بهيج بعنوان ديرتي في غربتي، عكس من خلاله الطلبة فيض مشاعرهم وحبهم الصادق الحقيقي لوطنهم الغالي البحرين. أحب أهني سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وسيدي سمو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة حفظ الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء، وسيدي سمو الشيخ سلمان بن حمد ولي العهد حفظ الله، وإلى شعب مملكة البحرين الحبيب. جاء هذا الاحتفال طبعا باسم ديرتي في غربتي بإشراف من الملحقية وبتنفيذ من اللجان الطلابية، وهذا الاحتفال جاء انعكاس للروح الشبابية والطاقات الشبابية وابداعها في حب الوطن. الحفل اشتمل على عروض متعددة تمثلت في قصائد شعرية وفيلم قصير وأغاني وطنية ومسابقات ثقافية تتضمن في محتواها الحياة البحرينية وموروثها الشعبي، ويعكس هذا الحفل الحب الحقيقي الذي يكنه أبناء البحرين لوطنهم وترابهم الطاهر وتمسكهم به وبقيادته الذي كان له أكبر الأثر في مسيرة التقدم والازدهار التي شهدتها مملكة البحرين عبر الأزمنة بفضل الحكمة الثاقبة والرشيدة. احنا هني احتفالنا كطلاب مقتربين في الأردن بمناسبة العيد الوطني في مملكة البحرين، قدمنا شيء متنوع مختلف يعبر عنا كطلاب مقتربين في الأردن. فقرتي أنا كانت عن البحر، وهو جزء قليل لو بنقدم حق الوطن، شيء بسيط لو احنا بنعطي الوطن، بس يبقى الوطن في قلبنا. هالمشاركة ما تعبر ولو نقطة من بحر حبنا للبحرين. في هاي السنة احنا احتفل المرة الثالثة على التوالي في المملكة الأردنية الهاشمية، وأستاذة ندى الحربان المستشارة الثقافي بمملكة البحرين قدمت لنا يعني حفلة رائعة، وأشكر اللجان الطلابية حسستنا نحن رجعنا الأعوام السابقة، حسستنا أن احنا قاعدين نحتفل بالبحرين. وتبقى مملكة البحرين حاضرة في وجدان أبنائها المخلصين المتواجدين خارج حدود الوطن وفي قلب أشقائها من دول الخليج العربي الذين حرصوا على مشاركة مملكة البحرين احتفالاتها وأعيادها الوطنية. زيد الخليفات، تلفزيون البحرين، عمان.